جابر شباب سيارتين حذاء البعض، لو بونيت سيارة واحدة قدام الليت الثاني ما بيشتغل، بيشتغل بس اللي طافت عليه السيارة. أول شيء اللي طافت عليه السيارة. عندكم متسابق جديد أجنبي لوكس. احتساب النقاط للفئتين مش للفئة الوحدة وللسباقين، يعني مجموع السباقين الفئتين بياخذ بطل الناموس. تمام؟ الشيء الثاني، السباق مثل ما هو في الجولة الأولى طرعة، بتبدلون الأسامي وتيوني بعدين، أنا ما بسجل ولا اسم، بس بوزع الكروت تروحون بعدين آخر شيء تيوني بالأسامي منو بيلعب ويمنو. حلو الكلام؟ حلو الكلام. Alright guys, here we are again, RC drag racing, no prep, 132 feet. We are gathering, we will start today. We will start today. Bufajr Zumar is here, organizer of this championship. Let's go. First run of the day. Let's see the beast. Ah, slumped. يلا زين عندكم عليك. Round two. خلاص عبد الرحمن متأهلين يا شباب. عندكم عليك. عبد الله فايز. عبد الله. جاهزين يا شباب. عينكم عليك. سلطان. عينكم عليك. بابا عبد الله سلطان فايز. عينكم عليك. كفو. ابراهيمي فايز. جاهزين شباب. جابر انجم عطاير. Let's see. جابر عيكم عليك. فايز منير واجد اللايت. منيرة لوكس اوت. باتمان اند الكاش تي ان تي ريسنج. ليتس سي ذا بيست. عينكم عليك. فاول الكاش. عينكم عليك يا شباب. اوكي كاش بالصباح. بسم الله بالصباح. لو ما افتح. اوكي جمع الطاير عند عزام. عينكم عليك. بنا راوند 2. عينك عليك. عينكم عليك كلكم. عزام فايز. راح اصل نازل الازرق. عينكم عليك. عزام. عزام الفايز. فاول. فاول. عينكم عليك. فاول يمع عزام فايز. عينكم عليك. كابتن فايز قلب الحارة. جاهز؟ عينكم عليك. اكيد واير واير يا ولد. عليك. عليك. سلطان وين؟ سلطان فايز. اوكي 110 بن صباح. جاهزين؟ عند عزام. جاهزين؟ Let's see the beast. عينكم عليك يا شباب. عزام فايز. جاهزين؟ عينكم عليك.
اوكي راوند 3 ليتس سي. عمروني كمل جاهزين. عزام جاهز مصريح؟ جاهز. عينك عديت؟ بن صبيح طايف. بن صبيح؟ عند عزام 17 سي ذا بيست. عزام جاهزين؟ مصريح جاهز؟ عزام جاهز؟ توكلوا على الله. عندكم عليه نفس عالي شهيق زفير. ترى السباق على الاول والثاني نبي ابداع كبير. نبي ابداع كبير. سمعوني كلمة جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ عينكم عليك. عينكم عليك. فاينل 1-7 between بوميرة and عزام. Let's see the beasts. جاهزين شباب؟ جاهزين؟ توكلوا على الله واموركم تمام. وعينكم عليه. سمعوني كلمة جاهزين؟ عينكم عليه. بوميرة بوميرة فايز. عينكم عليه. وتوكلوا على الله. On fire. The car is on fire. First and second place. Final race of the day. First and second place. Third round. Let's see. جاهزين؟ عندكم عليه. تقولوا بسم الله. عزام شباب عندنا هناك اصحاب التخويف. اجمعوا تتويج بس بكابتن علي. شباب بوميرة وفريقه على اللي سووه. وها مو بغريب عليهم. وهاي المفروض هاي تكون هاي الروح الرياضيه. الروح الرياضية شباب. مو بإنه خلاص أتريع على ربيع الدولة. ما قصروا صراحة. يعني الكاش قال لي كابتن خذ راحتك. خلصنا الجولة الثانية واليوم بنسلم كاس الناموس. بنسلم كاس الناموس حق راعي الناموس. وبنبتدي أول شيء بالتتويج. بنتوج أول شيء فئة الونتن. أبطال الفئة الونتن. النقاب فاينالي بوزعها بعدين بالواتساب على الجميع. تمام؟ لأنه ما حسبت حسب بس حق الأول. أعرف منه اللي بياخذ كاس الناموس. الثالث بثمانين نقطة عزام عيسى. صدق هلا هلا بالأبطال. هلا هلا هلا. الثاني بمئة نقطة فئة الونتن الكاش سلطان. كابو كابو كابو. البركة البركة. والأول كالمعتاد اللي مبهدل العالم ب 130 نقطة بن صبيح. باتمان فات الونتن. الحمد لله أن حصلنا فات الونتن. والعين فات الأبطال اللي ما عندهم وقت. جابر أبو أحمد 80 نقطة الثالث. والمركز الثاني وأول مرة والمبدع المتألق بميرة. والمتألق صاحب المود الرايق ب 130 نقطة عزام عيسى. عزام طالعني طالعوا هني بعد.
شنو جاز؟ كافو. والله ما انتهى عنك خسير. اوكي. عطى من ناموس. جابه وين جابه؟ ابو احمد. اوكي. هات لي سبيد.